أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يتقبل صيام الصائمين، وأن يتقبل صلاة المصلين، وأن يتقبل التطوع من الذين يصلون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الصبح. نسأل الله عز وجل أن كل من تقرب إلى الله تعالى بخصلة من الخير أن يعطيه الله عز وجل أفضل الجزاء وأحسنه. ثم نقول على بركة الله في هذا اليوم الثاني من أيام رمضان، لا بد أن الإنسان يشعر بأنه بدأ يدخل في طاعة الله وفي العبادة، ويعيش أجواء الإيمان والأجواء الروحانية. وهذه الأجواء كلها بإذن الله تعالى نسعى إلى أن تكون أجواء من الطاعة لله، أجواء من الصوم الحقيقي، ماشي الصوم الاصطناعي، يعني الصوم ديال الجوع والعطش. هذا صوم ليس عبادة على الحقيقة، إن العبادة حقا هي أن يصوم الإنسان، أن تصوم جوارحه. اللسان ينبغي أن يصوم، والعين تصوم، والقلب يصوم، والنوايا تصوم، وكذلك البطن وكذلك الشهوات تصوم أيضا. فالإنسان إذا صام عن الأكل وعن الشرب، ثم استمر في غيبته وفي نميمته، واستمر في خصوماته، فهذا صومه في حاجة إلى معالجة وإلى إعادة نظر. فلذلك أيها الأفاضل، ينبغي أن نشعر جميعا، نحن جميعا ينبغي أن نشعر أننا كل يوم نزيد ولا ننقص. مع الأسف هذه الليلة الطيبة المباركة، المقاهي ممتلئة والمساجد لحد الآن فارغة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. إذا مرت على المقاهي الآن تجدها ممتلئة، الناس قلوبهم معلقة، ينتظرون أن ينصر الله تعالى المجاهدين في مكان من الأماكن على وجه الأرض. والصلاة والتراويح والدروس، لا أدري إن كنا مطالبين بأن تلعب الكرة في المساجد حتى يأتي الناس إليها. نسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. أيها الأحباب الكرام، مهمتنا نحن الآن أن نذكر بعضنا بعضا، ومما يذكر به بعضنا بعضا أن نذكر أنفسنا بالقرآن الكريم. الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. روى الإمام البخاري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا، الصحابة كانوا إذا التقوا لا يغادر بعضهم بعضا إلا بعد أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر. ضروري كل واحد يقرأ على الآخر سورة العصر، بعد ذلك يفترقون. لماذا أيها الأفاضل؟ لأن سورة العصر هي بمثابة العهد، عهد مع الله. لأن الله تعالى ذكر في سورة العصر أن الإنسان كله خاسر، إن الإنسان لفي خسر، خسارة الإنسان. الآية فيها الإنسان بصيغة المعرفة، الإنسان، كل إنسان، العالم وغير العالم، المرأة والرجل، الصغير والكبير، كل الناس خاسرون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من كانت فيه أربعة من هذه الأمور فهو رابح ومفلح. أما من كان إنسانا ينظر إلى الربح أنه ربح في التجارة فقط، أو ربح في الدراسة فقط، سبحان الله، انظر إلى الناس كم يفرحون إذا انتصر فريقهم في مقابلة من مقابلات الكرة. الناس يجن جنونهم ولا ينامون، وأنتم تلاحظون ذلك، وقع لبلدنا ووقع لغيرنا. الناس لا ينامون من الفرح ويقولون قد انتصرنا. الناس في العائلات إذا وفق الله ابنا أو ابن بنتا لهم بالنجاح يفرحون فرحا شديدا ويزغردون
ويجمعون الناس ويطعمون الطعام وما إلى ذلك. وإذا ربح أحدنا في تجارة فإنه يقيم الولائم فرحا، هذا مشروع لا بأس. ولكن أيها الأفاضل، الربح الذي يتحدث عنه القرآن الكريم هو ربح آخر، هو ربح في التجارة مع الله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الله تعالى يوم القيامة لن يسألنا الله تعالى يوم القيامة ماذا فعلتم في مقابلة أو في امتحان أو تجارة، هذا السؤال غير موجود يوم القيامة. اقرأوا كتاب الله واقرأوا سنة رسول الله، لن تجد سؤالا من هذا النوع. ستجد أسئلة: ما دينك؟ ما دينك؟ ماشي ما فريقك، ما دينك؟ من هو الرجل الذي أرسله الله إليكم؟ ما هو القرآن الكتاب الذي أنزله الله إليكم؟ ماذا كانت، ماذا فعلتم بالإسلام؟ صلاتكم، حياتكم، أعماركم، شبابكم، حلال أم حرام؟ هذه هي الأسئلة ديال يوم القيامة. ولكن مع الأسف هذه الأسئلة أصبحت في واد ونحن في واد آخر. ومع الأسف الشديد أصبحنا نعيش حالة من التخدير، مخدرين سكارى حقيقة. الناس تركوا إفطارهم وتركوا أشغالهم وأصبحوا يقفون أمام شاشات التلفاز والمقاهي، يحجزون أماكنهم مخافة أن يفوتهم المقعد الأول أو الصف الأول في الصلاة. الصف الأول في الصلاة لا أحد يطلبه، والموعظة لا أحد يطلبها، تايشطنا شي وقيتا. إلا كان عندنا شي غرض راه الجمع هو التالي، ولكن إلا ما كان ما يدار أجي نمشيو للجمع معايا بالله. هذا أمر أيها الأفاضل نقوله حزنا على أنفسنا، حزنا على أنفسنا جميعا. فشلنا في التربية، وفشلنا في أن نرتبط بالله وأن يحب أبناؤنا وبناتنا القرآن الكريم. أيها الأحباب الكرام، سورة العصر، قال الإمام الشافعي: لو أن الناس تدبروا سورة العصر لوسعتهم. لو أنهم قرأوا سورة العصر، نحن نقرأها في الصلاة سورة العصر لأنها سورة من ثلاث آيات. الآية الأولى والعصر آية، إن الإنسان لفي خسر آية ثانية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آية ثالثة. ثلاث آيات أفضل من الدنيا وما فيها، ولكننا نتركها أيها الأفاضل لأننا لا نعرف قيمة القرآن الكريم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال بمكة، لم يهاجر بعد إلى المدينة المنورة، نزلت عليه سورة العصر. وفي البداية، في بداية الدعوة الإسلامية كانت السور قصيرة. تعلمون أن القرآن الكريم وهو 114 سورة فيه سور طوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عجيبا وجميلا، قال: لقد آتاني الله تعالى مكان التوراة، آتاني سبعا من الطوال. التوراة أعطاها الله لموسى، وأنا أعطاني الله تعالى بدلا من التوراة سبعا من الصور، هي السبع الطوال. اسأل شبابنا عن السبع الطوال وش غادي يقول لك؟ ربما يقول لك الفاتحة، حتى هي من السبع الطوال. ولكن المسلم العارف الذي يجلس إلى الدرس وإلى الموعظة يعلم أن السبع الطوال هي سورة البقرة وسورة آل عمران. طوال، عدد أحزابها 32 و 34، وسورة النساء وسورة المائدة وسورة آل أو سورة الأنعام، ثم سورة الأنفال وسورة التوبة. هذه سبع طوال
الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطاني الله سبعا من الصور سبع طوال. أيها الأفاضل، حتى السبع الطوال نزلت، لم تنزل في البداية، ما نزلتش في بداية الدعوة. كل الصور اللي نزلت في البداية في الأول كانت صور قصيرة، ثلاث آيات، أربع آيات، خمس آيات، عشر آيات، ثمان. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا لا زالوا حديث عهد بالإسلام. بحال دابا واحد يدخل في الإسلام جديد عاد بدا يصلي، وتشدوا انت تعلموا الصلاة وتبديلوا. اسمع سيدي، باغي الصلاة ايوا احسن معايا، غادي تنوض قبل الفجر عشرة الركعات، صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الصبح، غادي تصلي ركعتين ديال الشروق، غادي يجي الظهر تصلي ربعة الركعات قبل، وتصلي الظهر ربعة، وتصلي موراها ربعة، يصلي العصر قبل ما تصلي العصر، يجب عليك أن تصلي ربعة الركعات قبل، تصلي العصر، بعدها تجي المغرب، بعده تصلي النوافل، بعده يجي ما يمكنش. الأحباب الكرام، إنسان بدأ الصلاة حديثا وغتجي تعرض عليه الإسلام بهالطريقة، هذا ماشي دين. لا، الدين يعرض على الناس بالتدريج، بالتدريج. كي دايرها التدريج؟ غتقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، جاء أعرابي دخل الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، ماذا عليك أن تفعل؟ أولا قل لا إله إلا الله، الأولى قل لا إله إلا الله، انتهينا. بعد ذلك قال له: عليك بخمس صلوات، لا غير، خمسة صلوات ما تزيدش. بعد ذلك عليك بالصوم الفرض شهر رمضان. بعد ذلك عليك بالحج مرة واحدة، وإذا بلغ مالك النصاب عليك بالزكاة. الأعرابي قال: يا رسول الله، هادشي اللي كاين؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هادشي اللي كاين في الإسلام. قال الأعرابي: والله يا رسول الله، لا أزيد على ذلك أمرا واحدا، ما نزيدش. الصحابة قالوا: كيف أنت تحلف على الله سبحانه وتعالى أنك ما تزيد لنا وافل لا تطوع؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الأعرابي إن صدق. إلى الأعرابي التزم بخمسة، ما كان لنا فيه لا والو، التزم بخمس صلوات، والتزم بالصوم الفرض، والتزم بالحج الفرض، والزكاة والصوم، فإن هذا الأعرابي سيكون، الأعرابي سيكون من أهل الجنة. هذا الإسلام كيفاش يتقدم للناس؟ الإسلام بالتدريج، الإسلام السمح، الإسلام الذي نقرب الناس ولا نبعدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يسروا على الناس ولا تعسروا، بشروهم ولا تنفروهم، اجعلوا الناس يقبلون على الدين ولا يهربون منه. واحد يجي عندك تقول له: اسمع، راه الإسلام إلا ما لبستش اللباس هاكي داير، والوجه هاكي داير، والراس هاكي داير، والمشية هاكي دايرة، والصلاة، راه ما عندك دين. لا الأحباب الكرام، هذا ماشي تعليم، وهذا ليس تحبيب للدين. الدين يحبب للناس تدريجيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل القرآن الكريم، نزل بالتدريج. ومنه سورة العصر التي نزلت فقط ثلاث آيات ورسمت منهج الإسلام. الإسلام كله مرسوم في سورة العصر. بعد ذلك الصور التي جاءت بالتفاصيل، الأحكام الشرعية والعقيدة والأخلاق وما إلى ذلك. أيها الأفاضل، سورة العصر سورة مرتبة في المصحف في المرتبة 103. اسمعوا الأذان إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، قلنا إن سورة العصر السورة القصيرة في القرآن الكريم، إذا فتحت المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس 114 سورة. سورة العصر رتبت في المرتبة 103، بقت موراها فقط 11 سورة، كلها من الصور القصار، سورة الفيل وقريش والهمزة وما إلى ذلك، حتى نصل إلى سورة الناس. أيها الأحباب، سورة العصر بدأت بقول الله تعالى: والعصر. والعصر، الواو، هل الواو في اللغة وفي القرآن الكريم تسمى واو القسم، والقسم هو اليمين، الحلف. تحلف أنت تقول: والله ما ندير هذه الحاجة،
والله تنديرها. الله عز وجل أقسم وأقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أيها الأحباب الكرام، القسم ولا اليمين ولا الحلف في الإسلام عنده حكم خاص، أقوله إن شاء الله تعالى لأنها مسألة مهمة، والناس يكثرون من الحلف، الناس كيكثروا من الحلف. اليمين في الإسلام ثلاثة أنواع، اللي حلف يعلم أن هناك ثلاثة أنواع. أولا هناك اليمين اللغو، اللغو بحال واحد توالف غير تهضر معاه يقول لك لا والله ما نجي، لا والله ما نديرها، والله والله غير ندير. هذا فاش دخل؟ دخل في إطار اليمين اللغو، لا يحاسبك الله عليها. قال الله عز وجل: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما يواخذكمش الله، علاش؟ لأن النية ديالك ماشي هي أنك تحلف، ولكن نيتك أن هذا الحلف وهذا القسم ولا عندك عادة، لا يتهضر معاه يقول لك لا والله ما ندير، لا والله ما نجي، لا والله ما نفعل. هذا يمين في الإسلام يسمى لغو، والإنسان يجتهد أن يبتعد عن هذا اللغو، ولكنه يمين لا كفارة عليه، ما يصوم لواحد ثلاثة أيام ولا حتى شي حاجة، لأن هذا اليمين يسمى يمين لغو. اليمين الخطيرة أيها الأحباب هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها اليمين الغموس، اليمين الغموس. قال عليه الصلاة والسلام: الكبائر، كاين ذنوب كبائر وصغائر، الكبائر الإشراك بالله، هذا كبيرة من الكبائر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. قالوا: يا رسول الله، ما اليمين الغموس؟ قال: هي التي تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار. كي دايره هذه اليمين؟ هذه إنسان يعلم يقينا أن واحد المسألة ماشي هكذاك، ويحلف على الكذب. من عرف الحق وحلف على عكسه فهذه يمين غموس، لا يمكن أن تقبل من صاحبها أعمال إلا إذا تاب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على اليمين ليقتطع مال امرئ وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. انت تحلف وعارف بأنك تكذب، هذه يمين غموس، انت تعلم ان الحق مع هذا ولكنك تحلف على ان الحق مع هذا، شهادة الزور وغيرها، كل ذلك يعتبر يمينا غموس. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. كي غادي دير لهاد انت؟ الذين يحلفون من أجل أن تضيع حقوق الناس، هؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم، لا قيمة لهم في الآخرة، والأعظم والأخطر، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. أعظم شيء يوم القيامة أن ينظر الله إليك وتنظر إليه. الذي يحلف على الكذب محروم من الآن من ذلك، مثله مثل شاهد الزور، شاهد الزور والذي يحلف على الكذب كلاهما والعياذ بالله في أمر عظيم ينبغي أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. كاين واحد اليمين أخرى تسمى اليمين المنعقدة، وهذه اليمين المنعقدة واحد الإنسان يحلف على شي حاجة جاية عاد من المستقبل، يحلف يقول والله هذه المسألة ما نديرها، والله هذه الدار ما نمشيلها، والله هذا الفعل ما نفعله. هذا الأمر هذا الإنسان إذا حنث فيه وجبت عليه الكفارة، ولكن انتبهوا معايا يا احباب الكرام، واحد الانسان ياتي يقول لك انا راني حلفت دار خويا ما نوصلهاش، والله دار خويا ما نوصلها حتى يموتوا ولا حتى اليوم القيام. هذا الانسان غادي تجي عنده يقول لك اودي انا راني حلفت، كي غادي ندير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على امر فيه خير
حلف على شي حاجة الخير بحال هذه، من حلف على أمر فيه خير فيجب عليه، ماشي بخاطره، يجب عليه أن يحنث ويصوم ثلاثة أيام بالسيف عليك. لماذا؟ لأنك حلفت على أمر فيه خير. لو كان الإنسان حلف على شي حاجة فيها معصية أو لا لا بأس، ولكن الآن حلفت على أمر فيه خير. لذلك أيها الأفاضل، الإنسان لا ينبغي أن يكثر من الحلف، لا ينبغي أن يكثر من الحلف، خاصة إذا كان الحلف يمينا غموسا فيها كذب وفيها أكل أموال الناس بالباطل. ثانيا، الإنسان إذا حلف، بعض المرات نسمع الإنسان يقول لك حق الوالدين وحق القرآن، حق سيديك ده، حق، شوفوا الحباب، كل اللي ربما هذا الكلام هذا يقول لك أودي واش راهم يقولون هاد الناس وهذا الدين جديد ولا دين جديد، هذا ما دين جديد ما دين قديم ما والو، هذا الدين الله تعالى والدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان مقسما فليقسم بالله أو ليسكت. إذا كنت ستحلف إما أن تحلف بالله أو ليسكت، لا والدين، مع القيمة الوالدين، مع القيمة النبي، مع القيمة القرآن، ولكن إذا أقسمت فاقسم بالله أو لا بصفات الله أو لا بأسماء الله، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالله، ولكن إيش كان يقول؟ عمره ما حلف بالقرآن ولا حلف حق النعمة ولا حق الخبز ولا حق كذا، ما كاينش هذا الحلف. كان يقول: والذي نفس محمد بيده. شكون هو الذي نفسنا بيده؟ الله. والذي نفسي بيده لأفعلن كذا، يعني كان يحلف بالله وصافي. فلذلك المسلم هذا الأمر ديال العقيدة، إذا أقسم الإنسان يقسم بالله، إلى سبحان الله غلط أو ما إلى ذلك وحلف بغير الله، يستغفر الله ويتوب إليه، ومن تاب إلى الله حقا تاب الله عليه، ما يخافش الواحد، إلى رجعت لله حقا يقبل الله توبتك. هذا هو الأمر الذي نتفق عليه. أيها الأحباب، يقدر شي واحد من الإخوة ديالنا الآن من الحاضرين حفظهم الله يقول لك: وهو الله تعالى حلف بالعصر، علاش الله تعالى قال والعصر، قال والفجر، قال والشمس وضحاها، قال مجموعة من القسم ما فيهاش قسم بالله. أيها الأفاضل، قال العلماء: إن الله وهو الخالق يقسم سبحانه وتعالى بما شاء. الله تعالى وإحنا ماشي بحال بحال، الله يقسم بما شاء، أما العباد فلا يقسمون إلا بما قال لهم الله وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. رحمكم الله، لا تقسموا بغير الله، لا تقسموا بغير الله. من الأحسن الإنسان يبعد عن الحلف قاع، ولكن إذا أقسم يقسم بالله. العصر لماذا أقسم الله به؟ أيها الأحباب، العصر له معاني. واحد المعنى ديال العصر هو صلاة العصر. لماذا أقسم الله بصلاة العصر؟ في غزوة الأحزاب، غزوة من الغزوات، جاء المشركون من الأحزاب والفرق، حاصروا المدينة المنورة، حصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المسلمون حفروا خندقا، حفروا واد هكذا ليمنعوا المشركين من الدخول. المسلمون الآن في حالة من الحصار والخوف الشديد، فاتهم الوقت ديال العصر. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالحزن وقال للصحابة: شغلهم الله عن المشركين، شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. الصلاة الوسطى اللي قال الله تعالى عليها في القرآن الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلاة كاملة وبالضبط على الصلاة الوسطى. العلماء الجمهور قالوا هي صلاة العصر، وبعض العلماء قالوا هي صلاة الصبح، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. قد تكون صلاة الصبح وقد تكون صلاة العصر. المهم، المسلم إذا حافظ على الصلوات الخمس يكون بالفعل قد حافظ على الصلاة الوسطى. إذن الله تعالى أقسم بالصلاة الوسطى وهو صلاة العصر. العصر له معنى آخر، وهذا المعنى هو
أن هذه الصلاة أو أن هذا العصر هو العمر، العمر ديالنا كله، الدهر، الزمان. كاين بعض المرات تسمع شي أحباب يزعفوا ولا يوقع لهم شي مشكل في التجارة ولا في الدار، يقول لك الله ينعلو وقت، الله ينعل هكذا، الله ينعلو كذا، واش من زمان هذا، واش من كذا. قل لكم واحد الحديث الأحباب باش الواحد يغير السلوك دياله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. ربي هو اللي كيقول، قال لك لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الزمان فأنا الذي خلقته، أنا الدهر، الزمان خلقه الله، فأنت تسبه، فأنت تسب مخلوقا من مخلوقات الله. ولذلك المسلم لما يبقى ينظر على قضية السب والشتم واللعن، إذا لعنت إنسانا فأنت تلعن مخلوقا خلقه الله، وإذا لعنت وسببت نعمة من النعم فأنت تسب وتلعن نعمة من أعطاك إياها؟ الله. فانظر رحمك الله إلى أن الأمر يرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى. الزمان، الدهر، العمر نحاسب عليه يوم القيامة. منا من شبابه ضاع، شبابه ضاع، ومنا من عمره ضاع. راه ماشي المال هو الذي الخسارة الكبرى، ليست خسارة المال أبدا أيها الأفاضل، هي خسارة العمر. إذا فات رمضان هذا هو الخسران. إذا مرت ليلة من رمضان، من أعطاك الحق أو العهد بأنك تعيش غدا لتعيش رمضان آخر أو يوم آخر من رمضان؟ واحد يقول لك رمضان راه طويل، إلا فاتنا اليوم باقي غدا وباقي بعده وباقي بعده، وإلا فاتنا كاع كاين ليلة القدر. ومن أعطاك الضمان أنك تعيش إلى ذلك اليوم؟ ولذلك الله تعالى لما قال إن الإنسان لفي خسر، خسارة عظيمة، خسارة عظيمة، خسارة الوقت، خسارة العبادة والطاعة. كاين اللي الآن عنده 50 و60 و80 سنة وهو يقول مع نفسه: يا ربي ضاعت سنوات عمري ولم أطعك حق الطاعة، ولم أعبدك حق العبادة، لم أحفظ سورة، ولم أحضر درسا، ولم أذكرك يا الله، ولم أتصدق بصدقة واحدة. هذا هو الخسران، هذا هو الخسران. البارح ما صليتش التراويح، واليوم ما تصليهمش، وغدا كذلك. البارح تخاصمت في النهار ديال رمضان، واليوم كذلك، وغدا كذلك. متى ستربح أيها الأخ الكريم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك رمضان، من أدرك رمضان ولم يغفر له لا غفر الله له. كاين واحد كيجي يقول لك: أودي أنا راني نادم على من أسيدي. قال لك: الوالدين كانوا عندي ولم أسمع كلامهما ولم أبرهما ولم أطعهما، ولأن ماتوا وراني نادم، واش غادي ندير؟ ما عندك ما تدير، مشى قطار ديالك، مشى أنت يا الآن، لأنك ضيعت فرصة للربح هي الوالدين. فمن كان له والد أو والدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: من أدرك أبويه، بجوج، من أدرك أبويه أحدهما، واحد فيهم، أو كلاهما، بجوج، ولم يدخلاه الجنة فلن يدخلها أبدا. عندك الربح في الدار عباد الله، عندك الربح في الدار، ومع ذلك أنت تبحث عن الربح في مكان آخر. كان اللي اتمت الوالد ديالو عاد بقى يقلب يجمع الطلبة ويدير عليه الصدقة ويمشي يقرأ عليه القرآن، ونهار كان حي وش أقول له؟ نهار كان حي، نهار كان يلغالك، واش كنت تدير له؟ استغفر الله. الله عز وجل قال: إن الإنسان لفي خسر. والخسارة، الخسارة الحقيقية ليست خسارة مقابلة ولا امتحان بكالوريا. كاع باغيين نربح في هاد الحوايج مزيان. نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين في كورتهم وامتحاناتهم واقتصادهم، ولكن الربح الأكبر شنو الفائدة أنت أنك ربحت في الامتحان وربحت في كذا ولكنك خسرت الصلاة والصوم؟ ما هو الربح؟ لا شيء أيها الأحباب الكرام. ولذلك الله عز وجل قال: يقسم بالله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أيها الأحباب، الحديث عن هذا الأمر يطول، لا نريد من أن يطول الأمر علينا حتى قع نوع من أنواع الفتور. نتوقف إن شاء الله عز وجل عند هذا الحد، ونواصله بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الصورة ومع صور أخرى من القرآن الكريم. ينبغي أن تعلموا رحمكم الله أننا لما نصلي ينبغي أن نفهم ما نقول،
لما توقف بين يدي الله الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتفهم المعنى ديالها الخشوع ينزل عليك. لما تقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر وتتذكر بأنك واش راك رابح ولا خاسر، وأنك واش ربحت في التجارة، ربحت مزيان ولكن واش ربحت مع الله ولا لا. تفكر بأنك نجحت في البكالوريا، نجحت في الجامعة، نجحت في الوظيفة، ولكن مع الله عز وجل ربح. تتذكر لأنك فهمت المعنى. ولذلك أيها الأحباب نسعى إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدروس أننا نفهم معاني القرآن الكريم بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى، ولا نريد من ذلك إلا إرضاء الله عز وجل، ولا نريد بعد ذلك لا سمعة ولا رياء ولا أي شيء. نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. اللهم إنا نسألك أن تجعل مسجدنا هذا مسجد موسى بن نصير مسجدا عامرا بالذين يصلون فيه وبأئمته وفقهائه وبالذين يقومون عليه وبجيرانه وبالذين يصلون إليه والذين ينفقون عليه ويساهمون فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرم أحدا منا أجر الصلاة ولا أجر الصوم ولا أجر الطاعة. اللهم اشرح صدورنا للصلاة، اللهم اشرح صدورنا للقرآن حتى لا نمل من قراءته ولا نمل من سماعه. يا رب ارفعنا بالقرآن الكريم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان. وصل اللهم على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واستمحوا أيها الأحباب الكرام على هذه